فيديو النهاردة هنتعلم رسم العين، وهو فيديو مهم جدا جدا لأي حد حابب ان هو يبدأ ان هو يتعلم الرسم. لو مش حابب ان هو يبدأ ياخد كورس، فأكتر حاجة الرسامين بيبدأوا ان هم يرسموها، أو الناس اللي هي بتحب الرسم أكتر حاجة بتحب ان هي تبدأ بيها هي رسم العين. رسم العين هنبدأ بنفس التحديد اللي احنا بدأنا بيه، بنبدأ ان احنا نحدد التحديد الخارجي، وطبعا ليه أشكال كتير سهلة عاملها لكم برضو على القناة. ففي الرسمة دي وفي رسومات تانية كتير غيرها. أكتر حاجة بتحبوها العين أو بتطلبوها في القناة هي رسم العين، فبعمل لكم عنها فيديوهات كل فترة. نبدأ بعد كده ان احنا نعمل النني. طبعا نستخدم قلم 4H او اي درجة من درجات الH، وشرح لكم ده في فيديوهات سابقة كتير برضو في الكورس اللي موجود على القناة. ولكن للرسم بنبدأ ان احنا نرسم بقلم درجة تقيلة، اللي هي ممكن درجة 6B او درجة الـ8B او قلم الاستدلر او قلم الفحم، على حسب الخامة اللي احنا بنحب نرسم بيها الرسمة نفسها. عموما بعد كده نعمل الخط اللي هو موجود فوق. طبعا خط الرموش فيه خط من تحت وخط من فوق، على حسب الرسمة او التقل او التخن بتاع الرمش نفسه اللي احنا هنرسمه. هنلاحظ ده كله في الفيديوهات الجاية برضو، او واحنا بنكمل الرسمة معانا برضو للآخر. نبدأ نحدد الجزء اللي من الآخر كده، ونبدأ احنا كده عملنا الشكل او التحديد الخارجي بس اللي هو الحاجة الأساسية اللي احنا نرسم عليها. بعد كده بنبدأ ان احنا ندخل على التفاصيل، والتفاصيل الصغيرة اللي احنا ندقق فيها. كده احنا يعتبر خلصنا تحديد الاوت لاين بتاع الرسمة. نبدأ ان احنا نظلل، بنظلل بقلم الدرجة ال 6B او ال 8B او ال 7B ال 5B ال 4B، اقل درجة احنا ممكن ان احنا نستخدمها، علشان في ناس ما بتلاقيش الدرجات دي كلها، فانتوا معاكم 4 او 5 درجات ممكن انتوا تستخدموهم او تغيروا ما بينهم وبين بعض. وفي ناس بتحب ان هي تستخدم كل الدرجات دي في رسمة واحدة، انا بفضل ان احنا بنستخدم قلم واحد بحيث ان احنا ما نتلخبطش وما نبدلش الاقلام كل شوية. نبدأ نظلل الجزء اللي جوه. هنجيب لكم عين سهلة خالص، النني بتاعها كله لون اسود، ما يدوب بس الجزء بتاع الاضاءة اللي موجود في العين هو اللي فاتح. الجزء اللي احنا هنسيبه برضو اللي موجود في النني او اللي ظهر قدامكم بنفس الشكل ده. نبدأ ان احنا نظلل الجزء ده اللي فوق، نعمل شكل الدايرة، ونخلي بالنا الدايرة ان احنا ما نخرجش عنها، لازم تكون بشكل دائري وكلها تكون مظبوطة من جميع الجوانب، ولا فيها جزء زيادة ولا فيها جزء ناقص. نظللها كلها درجة تقيلة وبسن القلم، وكل ما نمسك القلم من قدام هيدينا درجة تقيلة، وكل ما نبعد شوية الدرجة معانا بتخف. ونلاحظ ده واحنا بنظلل في الرسمة في الآخر لما بنبدأ إن احنا نعمل الدرجات الخفيفة. بدأنا عملنا الظل اللي موجود فوق الرموش، الجزء اللي هو التخين بتاعه، ومعلش هو الجزء ده اتمسح بس من الفيديو. بعد كده نبدأ إن احنا نعمل الخط اللي هو موجود فوق العين، نظلله بنفس الشكل ده. ببدأ إن أنا أعمل التفاصيل، وكل شوية إن أنا أحاول إن أنا أبري القلم لو السن بتاعي رفع، أو لو يفضل إن احنا لو نرسم الحاجات الصغيرة جدا زي الرموش أو الحاجة اللي فيها الشعر زي الرموش والحاجب وغيرها، أو أي شعر احنا بنبدأ إن احنا نرسمه، يفضل بقلم أسنان لو إن أنت مش هتقدر تبري سن القلم يكون رفيع جدا برضه. في اجزاء صغيره زي الجزء اللي احنا بنرسم فيه ده، والتظليل بتاع اللي هو حواليه او حوالين النني، طبعا ما بيكونش لونها ابيض او ما بيكونش فيه لون عينها ابيض، برضو بيكون فيها درجه ظل بس ولو بسيطه، او جزء صغير منها بس بيكون غامق شويه. فنركز برضو على الجزئيه دي اللي احنا بنظللها، بنظلل من الجزء اليمين ومن الجزء الشمال بنفس الشكل اللي ظهر قدامكم ده. احنا كده خلصنا الجزئيه دي، بس بنحاول ان احنا ننتقل عليها عشان يكون في فرق ما بينها وما بين النني برضو، بحيث ان هي تكون عطيانه درجه برضو تكون غامقه شويه. بدأنا دخلنا على الجزء الثاني، بنعمل برضو زي الجزء الأول بس هنا أغمق شوية، بحيث إن قطر الرموش مظلل برضو أو منزل درجة أغمق شوية بس على الجزئية دي، فنلاقي إن هي أغمق شوية وطول الرموش بيكون أدخن أو أكبر شوية. فنركز برضو على الجزئية دي، بتكون أغمق من الجنب الثاني. نظللها بنفس التظليل اللي ظهر قدامنا ده، وما سبتش جزء ابيض خالص في الرسمه زي ما انتم ملاحظين، بحيث ان هي تدينا برضو الشكل والنعومه اللي ظهر قدامنا دي. طبعا احنا في القناه عندنا احنا بنرسم في رسومات بنرسمها تظليل، وفي رسومات بنرسمها تنعيم، او ان احنا بنعمل بس بالفرشه او كل حاجه. الرسمه دي احنا نعملها من الاول للاخر كلها بالتظليل فقط بالقلم بس، من غير ما نستخدم اي اداه خارجيه ان احنا نسيح بيها. وفي الاخر يعني الشكل لو عجبكم تمام مفيش فيه اي مشكله، ما عجبكمش ممكن ان انتم تسيحوها برضو زي ما احنا هنسيحها في اخر الفيديو، وهتلاحظوا ده برضو هيكون موجود معانا. نبدأ ان احنا نرسم الرموش، السن بيكون رفيع جدا جدا، بنعمل رمش واحد، طبعا سن القلم مش هيجيب معانا التخن ده، ولو جابه مش هيجيب الرفع اللي موجود في الاخر. فاحنا بنرسم الشعرايه او الرمش بس اللي هو موجود واحد، ونبدأ ان احنا نعيد عليه كذا مره بحيث ان هو يدينا تخين من الاخر ورفيع جدا من الاول، بحيث يدينا الرمش الواقعي. نبدأ ان احنا الجزء اليمين بيمشي الاتجاهات ناحيه اليمين، وكل ما ندخل شويه بيمشي معانا في نفس الاتجاه بتاع العين نفسه او الرموش اللي هي موجوده معانا. نبدأ احنا نعملها بنفس الشكل ده، وفي النص في اجزاء بتكون داخله في بعض برضو زي الرمش اللي احنا بنرسمه ده اللي ظهر قدامنا، جزء من اليمين في جزء من الشمال، بحيث ان هو يدينا واقعيه اكتر، يعني مش كل الرموش بتكون ماشيه كلها بخط مستقيم، يعني بنفس الشكل او بنفس الوتيره اللي احنا بنرسم بيها.
وهي الرموش لازم نركز فيها، لان الرموش لو طولت معانا بحيث ان احنا بنعملها درجة تقيلة، والدرجة التقيلة دي مش هتتمسح، او مش ه... يعني مش هتحتاج ان احنا نعدلها في الرسمة، وكل ما نعدلها نحس ان احنا بنبوظ الرسمة. فنركز برضو واحنا بنرسم حتة الرموش او اي حاجة تقيلة، لان المسح بتاعها بيكون صعب شوية. خلصنا الجزء الرموش اللي موجودة فوق، وبرضو التظليل هيفرق عليها في الاخر لما نبدأ ان احنا نظلل عليها. نبدأ نعمل الجزء اللي تحت نظلل عليه بنفس الرموش، نبدأ ان احنا نعملها رمش رمش. طبعا الرموش اللي فوق بتكون تقيلة شوية عن الرموش اللي تحت، وكمان في العدد بيكون اقل تحت، يعني الرموش اللي تحت بيكون عددها اقل من العدد اللي موجود فوق، وكمان الطول بتاعها بيكون رفيع عن الطول اللي موجود فوق، بخلاف طبعا الجزء اللي بادئ من ناحية القناة الدمعية بيكون ارفع شوية او اقل شوية في السمك وفي العدد بتاعه. نبدأ ان احنا نرسمه بنفس الرموش ده، وبعض الناس او بعض الصور اللي انتوا هترسموها هيكون الرموش معظمها مختفي، فاحنا ممكن ان احنا نضيف لها بعض الرموش، الحاجة اللي هي البسيطة بس، او زي تظليل شوية، بحيث ان هو يدينا واقعية ان الرسمة فيها رموش شوية لو الصور اللي جودتها مش واضحة. بس احنا بنختار اي صورة على حسب الجودة بتاعتها، ونركز برضو احنا بنختار الجودة بتاعت اي صورة تكون واضحة معانا. نبدأ ان احنا نظلها بنفس الرموش وبنفس الشكل ده كده، والجزء الاخير شايفيه رفيع جدا بنفس الشكل ده. خلصنا، نبدأ ان احنا نظلل الجزئية دي، نظلل عليها بنفس الشكل، نكمل عليها تظليل الجزء اللي تحت بحيث ان يبين ان الجزء اللي تحت ده طالع لبره شوية، فنخلي بالنا برضو واحنا بنعمله، ولما يتسيح هيبان معاكم او هيوضح معاكم اكتر، او لما الشكل كله يكمل عموما هيوضح معاكم بشكل افضل من كده بكتير. نبدأ ان احنا نظلله طبعا درجة خفيفة في درجة تقيلة، وبظلل بزاوية، ما ظللتش بسن القلم عشان ما يدينيش نفس درجة السواد اللي كانت موجودة في الاول. ابدأ ان انا اكمل على تظليل للاخر كده، والناس اللي داخلة ان هي تتعلم عين بس، لا العين مش هتفيدكم في حاجة، نصيحة بس يعني عشان تكون عارفين، لازم تاخدوا كورس الرسم كامل، مش هتروحوا ان انتوا تاخدوا كورسات بره او اي حاجة، في كورس موجود كامل على القناة، وكمان في ميزة مجانية ان انت الكورس ده انت بعد ما ترسم الحاجة، طبعا هي الكورسات الموجودة كلها بعد ما بترسم الحاجة او الفيديوهات اللي بترسم الحاجة خلاص انت بترسمها وتشوفها مع نفسك، لو فيها اي غلطة مش بتحتاج او مفيش حد بيصححها لك، لكن انا هنا على القناة بصححها لك اي رسمة انت بترسمها. في رابط التليجرام هتلاقيه في اي وصف بتاع اي فيديو هتدخل عليه، وبالذات في الكورس لو حابب تدخل تاخد الكورس كله كامل مجانا، تتفرج عليه وتطبق عليه، واعدل لك عليه التعديلات اللي انت محتاج ان انت تعدلها، وكمان بتكمل مع الفيديوهات اللي موجوده هنا في القناه بتطور من مستواك اكتر، فتابع في الكورس ده هيفيدك جدا جدا. هتلاقي هتدخل على القناه وتلاقي في قوائم التشغيل كورس الرسم من الصفر للاحتراف في مده شهر، الكورس ده هيفيدك جدا، واي حد خده يقدر ان هو يرسم بورتريه في خلال شهر، وكمان ده الناس اللي هي خدته على مدة شهر، لكن انت ممكن ان انت تخلص الكورس ده في اسبوع، وتابع معاك برضو لو في اي اخطاء، ولو محتاج اي تعديل في اي رسمة انت رسمتها ومعاك الاصل بتاعها ممكن ان انا اعدل لك عليها، تبعت على رابط التليجرام او على الواتس الشخصي، هسيبه لكم برضو في الوصف بتاع الفيديو. نبدأ ان احنا نظلل الجزء اللي موجود فوق بنفس الشكل او بنفس التظليل الدرجات الخفيفة، ونخلي بالنا برضو من الدرجات، لأن الدرجات هنا بتفرق جدا معانا في الرسم، سواء الدرجات الخفيفة والدرجات التقيلة، كل ما نظلل التظليل أو الحاجات دي الصورة اللي بتبان معانا بيوضح معانا برضو الشكل ظهر معانا ازاي. نظلل برضو الجزء الأخير ده، طبعا احنا نرسمها هنا من غير حاجب كده، احنا خلصنا الرسمة للتظليل، الناس اللي هي بتحب التظليل بس، او ان هي داخلة تدرس اكاديمي، او ان هي تشوف الصورة بتترسم ازاي، لكن الناس اللي بتحب الحاجة ان هي تكون واقعية وتبان ان هي سايح معاهم بنفس الشكل ده، ابدأ ان انا اسيح في الجزء ده. نستخدم اي فرشة، اي فرشة بس يكون السن بتاعنا، ويفضل فرش الميك اب لانها بتكون خفيفة وناعمة جدا جدا، بحيث ان هما بيستخدموها للبشرة فبيشوفوا حاجة مناسبة، بخلاف فرش الرسم هي بتكون ناعمة ايوه، بس مش غالبا ان احنا بنلاقي الفرش المناسبة، واغلبها اللي بيكون موجود فرش للزيت، فنخلي بالنا واحنا ممكن نستخدم فرش الميك اب بتكون مناسبة جدا وحلوة جدا، او ممكن ان احنا نشتري علبة فرش ميك اب بتكون كعلبة كاملة باحجام مختلفة، الاحجام المختلفة دي هنقدر ان احنا نستخدمها في التفاصيل اللي هي الكتير، لو في رسومات اصغر من كده او حجم اصغر من كده نبدأ ان احنا نظلل بيها التفاصيل الصغيرة جدا، لو انتوا دخلتوا في البورتريه، وكمان لما تبدأوا تاخدوا الكورس الاشكال او الفرش اللي هي الصغيرة والكبيرة دي كل الحاجات دي هتختلف معاكم او هتفرق معاكم، زي ما احنا هنا بنسيح بالفرشة الخفيفة. نبدأ بعد كده ان احنا نفتح الاماكن اللي نحس ان احنا غمقناها شوية عشان الفرشة مش هتدينا نفس كل حاجة احنا عايزينها. نبدأ ان احنا نفتح نعمل جزء المربع ده، ده مش شرط ان احنا نعمله بالظبط يعني، بس انا بحب ان انا احدد حدود للمربع او للحاجة اللي احنا بنرسمها، بالذات في البورتريهات يكون ليها حدود برضو، بحيث ان احنا لو حطها في غلاف او برواز
تكون تتحط برضو، ما يكونش فيها اجزاء خارجه ولا نقص من الرسمه اي جزء او اي حاجه. وفي بعض الاجزاء نحتاج ان احنا نفتحها، وبكده نبدا ان احنا نمسح الجزء اللي فوق، ما نمسحش بايدينا علشان الرسمه ما تبطش معانا. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وبعد ما ترسموا الرسمه ابعتوها على رابط التليجرام. والسلام عليكم.